بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل كامل قدام العملات الأجنبية والناس كلها بتسأل على مصير الأسعار، خصوصا الحاجات اللي بتعتمد بشكل كامل على العملات الأجنبية. واحد من الخدمات دي هي الحج والعمرة، فيا ترى أسعارهم هتزيد في الفترة اللي جاية وهل الأسعار هترفع تاني، خصوصا إننا داخلين على عمرة شهر رمضان وبعدها هيدخل موسم الحج. بانكير نبض البنوك. رحلات الحج والعمرة واحدة من الحاجات اللي الناس بتستناها من سنة للتانية وبيعتبروها فسحة المشتاق، وكتير من أهلينا بيحوشوا القرش على التاني عشان يجهزوا نفسهم للعمرة، ويا سلام لو رحلة حج تبقى الدنيا تمام. ولكن في الأيام الأخيرة أسعار العملة والحج بقت بأرقام خرافية ومش أي حد يقدر عليها، وبقت عايزة شيء وشويات. بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه بشكل كامل في البنوك قدام الدولار والعملات وفق قواعد العرض والطلب، وكمان رفع سعر الفايدة 6%، الناس كلها بتسأل يا ترى مصير أسعار برامج عمرة شهر رمضان هيكون كام، ولا هتزيد تاني ولا لا، وإيه مصير أسعار برامج الحج السياحي، ويا ترى هتزيد هي كمان ولا لا. اللجنة العليا للحج والعمرة قالت كمان إن قرار البنك المركزي بتحرير كامل لسعر الجنيه هيؤدي لإتاحة الريال السعودي بسعره الرسمي في البنوك الوطنية لشركات السياحة، وكده الشركات مش هتلجأ للسوق السوداء لشراء الريال السعودي، وهتكون في سهولة في التعاقد على خدمات المعتمرين وتوفير سعره العادل لأسعار برامج العمرة في مصر. أما عن تسعير برامج العمرة في مصر، فاللجنة قالت إن تسعير برامج العمرة في مصر قايم بشكل أساسي على سعر الريال السعودي في السوق السوداء، وعلى أساس سعر الريال بأكتر من 13 جنيه، وتوقعت انخفاض أسعار برامج العمرة في الأيام اللي جاية. طيب أسعار برامج عمرة شهر رمضان هتوصل لكام في السنة دي؟ أقل سعر لبرامج العمرة شهر رمضان قبل تحرير الجنيه في البنوك كان بيتراوح من 45 ل 50 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، وده اللي أغلب الناس بتحجز عليه واللي بيستمر لمدة 30 يوم. أما عن أسعار برامج العمرة 5 نجوم فبتراوح من 65 ل 70 ألف جنيه، وأخيرا أسعار برامج عمرة ختم القرآن أو العشر الأواخر من شهر رمضان هتعدي ال 200 ألف جنيه. طيب دي أسعار برامج العمرة، الحج السياحي هيكون ظروفه إيه؟ وزارة السياحة والآثار استبعدت وجود تغييرات جديدة في أسعار برامج الحج السياحي والمعلنة في ضوابط الحج السياحي بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، خصوصا إن أسعار برامج الحج اتسعرت على اعتبار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بمعدل 13 جنيه، وده أعلى من الأسعار الجديدة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الأخير، وإن غالبا مش هيكون في زيادات جديدة على الرغم من وجود بند في تطبيق زيادة في أسعار الحج في حال وجود تحرير في سعر الصرف للجنيه. كان معكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.